بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء جديد ضمن سلسلة الهندسية انجير توك مع المهندس دلبار، وموضوع جديد من شركة بيكو هو دلتا بيم، حالات عملية تم تنفيذها. لماذا دلتا بيم؟ وما هي الأسباب التي جعلت المالك أو المقاول أن يستخدم دلتا بيم مع المهندس دلبار اللي هي خريجة الجامعات المصرية، وهي مهندس إنشائي وموديلينج أيضا بي آي إم إنجينير، لديه الحقيقة خبرة في التصميم الإنشائي، وقد عملت في شركات عالمية مثل خطيب وعلمي وأوراسكوم والتراث العالمي ومعماريون وهندسة، وهي حاليا مصمم إنشائي أول بشركة بيكو، وعملت بتصميم مشاريع هامة في الإمارات العربية المتحدة مثل المبنى الإداري لشركة أدنوك أبو ظبي. مهندس دلبار، برحب فيك أهلا بك. وبشكركم أنتم ممثلة ببيكو للمتابعة دائما معنا وتقديم ما هو جديد في الأنظمة الإنشائية. بترك معك الشاشة والمايك، تفضلي. شكرا لحضرتك. أولا السلام عليكم زملائي المهندسين، شرفتوني بالحضور. Good evening all my colleagues. I'm happy that you joined me this discussion. إن شاء الله this speech or this lecture will be in English and Arabic just to let all understand what I'm saying. So احنا ان شاء الله اولا هنبتدي، بس هدي بريف بسيط حول بيكو. عفوا مهندس دلبار، ممكن تعملي شير للسكرين اللي عندك؟ تمام يا باشمهندس، حاضر. تمام باشمهندس، أتمنى تكون واضحة قدام حضراتكم. واضحة السكرين، وإذا بيكون تمام، المجلة مثل ما بيقول بالعربي بيكون لا بأس. معلش، المحاضرة بالعربي، أوكي، عربي مفيش مشكلة، يعني خلينا تمام، بالعربي شوي، يعني خلاص، الزملاء أحيانا بيشكوا من هذا الموضوع. لا أبدا، أنا يعني أنا كنت ناوية أتكلم الاثنين عشان ما في بس، مشكلة، خذي راحتك، خذي تمام، راحتك، تسلم باشمهندس. تفضل. طيب، أولا تعريف بسيط عن شركة بيكو. هي شركة فنلندية الأصل، احنا منتجات بتاعتها متخصصة في الدلتا بيمز سيستم اند فريمز. كاميرات الدلتا بيم مميزاتها ان هي كاميرات الدبس بتاعها قليل جدا، very low depth. ده مفيد جدا في الاسبانات الكبيرة، خصوصا for example في سبان كان كاميرا طولها 22 متر، كان سبان الدبس بتاع الكاميرا حوالي 70 سنتيمتر only for 22 متر length beam. فهي مفيدة جدا في السبانات الكبيرة، وطبعا الاسترينث بتاعتها والستيفنس بتاعتها عالية جدا جدا في مقاومة الأحمال. وبيستخدم معاها كل أنواع البلاطات، ممكن نستخدم معاها هولو كور سلاب، كومبوزيت، سوري، كاست ان سيتو سلابس. طبعا بالنسبة لدول أوروبا بيستخدموا وود، وود فري يعني وود سيستم، وود سلابس. وأيضا بنستخدم كولومز معاها، ممكن كاست ان سيتو كولومز أو بري كاست كولومز. فهي بسيطة جدا اند ولايك زي فيها flexibility، ممكن تستخدمها بأي شكل. برضو من منتجات بيكو الكومبوزيت كولومز والبولتد كولوم كونكشنز، دي برضو مفيدة جدا جدا في خصوصا في ال ام سوري معلش بعتذر، خصوصا لما بيكون عندي هاي رايز بيلدينجز وعايزين وعندنا مشاكل في موضوع في الزلازل، فبنستخدم البولتد كونكشنز دي، بتسهل بتسرع وتسهل عملية الإنشاء، وفي نفس الوقت بيبقى فيه فيكسيديتي عالية ما بينهم.
ومن ضمن المنتجات برضو الأرماطة دي عبارة عن شير ستاد، بتستخدم في البلاطات طبعا لمنع او لعدميه الدروبس، ان احنا نوقف الدروب بانل، ما نحتاجش نعمل دروب بانل، وفي نفس الوقت برضو نستخدمها في الفاونديشن، ما احتاجش ان انا اعمل دروب في الفاونديشن، لان هي بتشيل الشير والبانشنج بكفاءه عاليه جدا اكتر من الستيربس العاديه اللي بنستخدمها، والتركيبة وتنفيذها سهل. وبرضو في الليفتنج سيستمز، ده بيستخدم في ال بري كاست كولومز وبري كاست اليمنتس، برضو مستخدم بكثرة جدا. طيب احنا مميزات المنتجات بتاعتنا، وخصوصا الدلتا بيمز، ان احنا بنعمل سليم فلور ستراكشرز، وهم برضو من ضمن منتجات الشركة، بس طبعا قليل استخدامها في الدول العربية، الـ Wind Energy Applications، وفي طبعا Connection Technology for Precast and Cast in Situ Elements، وهم Certified PICO Certified للـ Green and LEED، لأن المنتجات بتاعتها بتستخدم في تصنيعها بيبقى أقل value للـ CO2 في الإنتاج، زائد كمان ممكن إعادة تدوير recycle for elements، لأن احنا المنتجات عبارة عن connections بنستخدم فيها bolts، ويعني كأن زي بتتركب زي الميكانو، فممكن تركبها بمنتهى السهولة، وأيضا فكها بمنتهى السهولة، ممكن تستخدم بعد كده، ما مش بتتكسر وتترمي يعني. والشركة ليها 11 مصنع حول العالم، و 33 فرع سيلز برضو حول العالم في 33 دولة. طيب دي البرودكت بتاعتها، Precast Connections، الكاست ان سيتيو كونكشنز لايك ارماتا، والدلتا بيم، والويند انرجي ابليكيشنز. هنتكلم على الدلتا بيم بريف سريع. ده شكل الدلتا بيم، شكلها بسيط جدا، بس هي فيري افكتيف. توب بليت اند بوتوم بليت اند هولز، ذس الويب هولز دي يوزد ان احنا بنوصل بيها البلاطات، بحيث ان يحصل زي كفاءه ما بين، يعني تجانس او تكافؤ ما بين كونكشن بين البلاطه والكاميرا. في كمثال الهولو كور سلابس، بين كل بانل وبانل بيبقى فيه ريبار، بيخلي زي كأن في تواصل او تماسك ما بين الكاميرا والبلاطه الهولوجور سلاب، مش مجرد بس بنحط الهولوجور سلاب على الليدج، البيم ليدج دي، لا، بيبقى كمان في البارز دي بتتوصل في الهولز، وبتعمل زي ستيفنس للبلاطه ان هي تمنع حركتها الافقيه. وطبعا لما بيبقى في كاست سيتيو سلابس، برضو بتستخدم الهولز دي في ادخال الحديد، وكانها زي الكاميرات العاديه خالص، الكونكريت كولومز. وبرضه مميزات الدلتا بيمز، ان احنا بنقدر نعمل سليم فلورز، ما بيبقاش عندي دروب خالص، لان بتبقى سمك في المتوسط بتبقى سمك الكاميرا حوالي 25 سنتي 25 سنتيمتر. This is average depth for beams and you can use hollow core slabs with same depth, so you will have like a flush bottom for slab, you will not find drop, and this is very effective for MAP and architecture coordination. مش هيبقى عندنا مشاكل اللي بتحصل بسبب دروب الكاميرات. وطبعا يعني according للدبس القليل ده، طبعا ممكن عدد الادوار يزيد، يعني لما لو حضرتك حسبتها، احنا ما بنحتاجش ان سمك البلاطات يقل، لو انا عندي بلاطات بالذات اللي هي المساحات الاسبانات الكبيره، بدل ما اعمل بلاطه حوالي 40 سنتي، ممكن توصل معايا بالدلتا بي ممكن توصل ل 20 سنتي فقط، ولو حضرتك حسبتها هتلاقيها هتوفر ممكن دور احيانا. ودي طرق الديزاين، بيبقى ديزاين على 3 مراحل، في الاريكشن ستيج وفاينل ستيج والفاير. طبعا من دي one of the advantages that delta beams can resist fire by two ways, either by using fire bars، نستخدم حديد تسليح داخل الكاميرا بيقاوم الحريق، او بنستخدم بالبينتينج بالدهان مقاوم للحريق، حسب متطلبات العميل وحسب ظروف المشروع
الموضوع بيعتمد على حاجات كتير، فدي مميزاتها. مش عايزة أطول كتير عن شرح دلتا بيمز، أكيد في ناس زمايلي. في برضو مميزاتها السيزميك أكشن، هي دلوقتي هما في أبحاث شغالة كتير جدا، ولغاية دلوقتي كمان أصلا إحنا وصلنا إن الأعمدة والبولتد كونكشن ما بين العمود الكومبوزيت والفاونديشن بيقاوم الزلازل بالظبط بنفس كفاءة الكاست ان سيتيو كولوم كونكريت. ده شكل البولتد كونكشنز. تمام، وده فاير تيست، دي اختبارات الحريق على كمرات. ده بالنسبة، أنا مش عايزة أطول عليكم كتير. وهنا ده دي سيرتيفيكتس للفاير ريزيستنس من بلدية دبي ووزارة الدفاع المدني، برضو الدفاع المدني خاص بدبي. ففي سيرتيفيكتس كتير واعتمادات كتير بالنسبة للدلتا بيمز. كنت عايزة أوريكم بس another certificate. اوكي، ده شكل دلتا بيم ده، بس ده عشان سبان كبير، فالدروب كان واضح شوية هنا بالنسبة لهولوكور سلاب. دي سبان حوالي 20 متر، فطبعا كان 70 سنتي السمك الكاميرا، والبلاطات كانت حوالي 32 تقريبا سنتيمتر هولوكور سلابس. اوكي، نرجع ثواني. هنتكلم دلوقتي على البروجكت اللي احنا مفروض الحديث عنه النهاردة بخصوص مشروع اسمه ليبر كامب في السعودية في الدمام. لحظة واحدة. معلش سوري على التأخير. طيب، المشروع ده مبنى مكون من 4 طوابق ودور أرضي، 4 floors and the ground floor. سبب اختيار الدلتا بيمز إن المشروع كان معروض إن هو يتنفذ بكذا، بثلاث طرق. كان بوست تنشن الاقتراحات، بوست تنشن أو كاست ان سيتيو فريم او ستيل فريمز. فتعمل دراسه مبدئيه، انا هوري حضرتك دلوقتي. بالنسبه للستيل فريم، الستيل فريم كانت التكلفه بتاعته حوالي 2,651,000 ريال سعودي، ودلتا فريم كانت هي أقل فاليو فيهم كما هو واضح يعني. وده نتيجة عوامل كتير، مش فقط سعر الدلتا بيمز، عوامل تتعلق بالوقت، سرعة التنفيذ، وطبعا سهولة التنفيذ. وده بيوفر وقت جدا، ان انت بتوفر وقت في الموقع، بتوفر عمالة، بتوفر عدد أيام عمل، بتوفر معدات. فكل ده عمل ريدكشن للكوست بشكل عالي جدا. بلس ان وزن الهول كور سلاب اند دلتا بيمز وزن بتاعهم اقل، فبالتالي عمل تقليل قطاعات الفاونديشن، وعمل وطبعا اصلا قطاعات الاعمده طبعا اقل، لان هي احنا استخدمنا كومبوزيت كولومز مش كاست ان سيتيو. فالكولومز كانت صغيرة جدا بالنسبة للمساحة اللي احنا محتاجينها للمشروع يعني. طبعا ده سكن عمال. هوري حضرتك شكل المعماري عشان بس حضرتك تبقوا متخيلين معانا بس المساحات المطلوبة.
اوكي، هنا ده سكن عمال، فطبعا مساحات كبيرة جدا مطلوبة لوضع البيدز فور ليبرز، وكمان عشان يبقى في مساحة واسعة ومريحة، وطبعا أماكن الشاور والكلام ده كله، فصعب إن يبقى في كولومز كتير جوه داخل المبنى أو داخل الغرف. فبالتالي اختاروا الدلتا بينزل للسبب ده، بلس الكوست كمان طبعا، بلس سرعة التنفيذ. ده بالنسبة من ناحية معمارية يعني، ومن ناحية طبعا كتكلفة وتصنيع وكده. طيب، هو المشروع تم التصميم بتاعه ازاي؟ وده الهدف الأساسي من محاضرة النهاردة. أول حاجة، احنا بنختار الكاميرات الدلتا بيمز اللي هنستخدمها. بنستخدم برنامج اسمه بيكو ديزاينر، ده برنامج خاص بشركة بيكو نفسها. بنعمل اسيمبلي للبيلدينج على البرنامج ده زي ما واضح لحضراتكم. بنحط الهولو كورس لابس، بنحدد اتجاهها، بنعرف الدلتا بيمز كتعريف مبدئي، وطبعا نحط اماكن الاعمده والاحمال. تعريف الاحمال بيتم هنا بمنتهى البساطه، برنامج بسيط جدا وسهل الاستخدام، مش محتاج تدريب ان حد يعرفه الا حاجات بسيطه يعني. وبنعمل ديزاين كالكوليشن، بيتم نعمل تشيك for safety for this sections until we reach the safe value for beams. وخلاص، من هنا نقدر خلاص احنا عرفنا الكاميرات بتاعتنا. المرحلة اللي بعدها بيتم حساب الأعمدة. عندنا برضو في برنامج للكومبوزيت كولوم for Pico for design to design composite columns. So we get reactions from Pico Delta Beam designer. وكمان بناخد reaction from ETABs. بنعمل ETAB model وبناخد reaction من هنا ومن هنا، وبنشوف انهي قيمة اعلى. لان طبعا احيانا في الاتاب نتيجه ان بنضع احمال حوائط او بنوضع حاجات متخصصه اكتر، فممكن في احيانا الاحمال تزيد، فبنشيك على الاعمده فبناخد الفاليو الاعلى، وبنشيك على الكومبوزيت كولوم هنا، ونتاكد ان القطاع اللي احنا اخترناه سيف. وبيتم اعاده تعريف تاني للاتابس، وبنشيك برضو في الاتاب الكومبوزيت كولوم. بيتم الستيبس دي بتبقى على كذا مرحله. وكمان ديزاين الكولومز، بنعمل ديزاين للكولوم كونكشن مع القواعد، لان طبعا احنا هنستخدم انكور بولتس الكومبوزيت كولوم مع القاعده او رقبه العمود يعني، اللي هي زي ما هوضح لحضراتكم هنا. ده شكل القواعد طبعا عاديه، وفي طبعا رقاب للاعمده هنا. ده شكل الكونكشن مع الفاونديشن. دي الكومبوزيت كولوم بتاعتنا، ودي بيس بليت تبقى سمكها حوالي 25 ملي. والانكور بولتس المستخدمة هنا، استخدمنا حوالي 4 انكور بولتس لكل عمود. ده شكلها في البلان بتاعها، 4 انكور بولتس مع البيس بليت مع الكومبوزيت كولوم في المنتصف طبعا. بس فاحنا لما بنيجي نعرف هنا ال واحدة حضراتكم الكالكوليشن، طبعا بنشيك على الانكور بولت، هل هي سيف، علاقتها وتأثيرها على رقبة العمود من ناحية الشير، ومن ناحية سوري من ناحية التنشن، ان طبعا ده اكتر حاجة effective او هتأثر على الانكور بولت هي التنشن on anchor bolt connection plus كونكريت كولوم اللي هو رقبة العمود يعني بداية العمود. وطبعا بنشيك على تأثير الأنكور بولت شير والفيلر اللي هيحصل مع البيس بليت اللي هي متوصلة بيها. طبعا كل ده بيتاخد في الاعتبار وفي الحساب. وهنا بنستخدم برنامج ايديا ستاتيكا، ده لحساب للتأكد يعني إن البيس بليت حسابها مظبوط وما فيش مشكلة. طيب، بالنسبة لفايل الإتاب،
اللي استخدم. وطبعا احنا دلوقتي لما بنستخدم بنعمل ديزاين للدلتا بيمز مع كومبوزيت كولومز. الدلتا بيمز احنا بنحطها في المنشأ بتكون ريليزد، بتتعامل معاملة كأنها سيمبل بيم. هوري لحضراتكم هنا كده واحدة. فكل الكاميرات بتبقى ريليزد بيمز. طيب كاميرات ريليزد، this means that it will not be fixed to columns. This means that we will depend on columns and vertical elements only to resist lateral force. طيب for this, for sure, no, it sometimes it will be hard to resist only lateral force only with columns, especially when we are using composite columns, it's with less section. So in this case, for this project, we used bracings, steel bracing. زي ما هو واضح استخدمنا bracing عشان طبعا نتيجة lateral deflection on building due to earthquake and wind loads. فاضطرينا ان احنا نستخدم البريسنج ده، وطبعا كان مش عامل اي مشكله مع المعماري، no problem with architectural demands. وتم حل النقطه دي ك lateral deflection بوجود البريسنج. وبالنسبه للبيمز كتعريف، بنستخدم بنحط قطاع الدلتا بيم نفسه، بنعرفه. هوري حضراتكم احنا ازاي بنعرف قطاع الدلتا بيم هنا عن طريق السكشن ديزاينر. انا دي ده شكل الكاميرا، بنرسمها شكلها الحقيقي حسب الابعاد بتاعتها، وبيتم تعريفها هنا وبس. وبنحط طبعا الكومبوزيت كولوم برضو. انا هوري حضرتك ديفاين الكومبوزيت كولومز بيبقى شكله ازاي. ده سكشن الكولوم، تحط الأبعاد بالفلانج سيكنس بالويب سيكنس، وبنعمل ديزاين كامل عادي جدا زي ما بنعمل الخرسانة العادية، وبنشيك lateral deflection، وبنشيك طبعا بناخد رياكشن فور فاونديشن. والهولو كور سلاب بنمثلها كسكريد. طبعا هولو كور سلاب مش بنحطها كهولو كور سلاب، بنمثل السكريد. لو انا عندي السكريد هنا في الحاله دي كان حوالي 6 سنتي، وبنعرف الدايركشن بتاعه، وبتعرف الاحمال عليه، ومن ضمنها حمل الهولو كور سلاب نفسه اللي هو الاون ويت الاصلي. الهولو كور سلاب بيتحط كحمل، واللايف لود والفلورينج عادي جدا مفيش اي مشكله. وطبعا لو عندي حيطان، يا اما بحطها لاين لودز يا اما بعملها موزع حسب المشروع بس. وبنعمل ديزاين عادي خالص، وناخد الرياكشنز، طبعا بنحط التاي بيمز معانا هنا وخلاص. ده بالنسبة للديزاين على الإيتاب. نيجي تاني للبيكو ديزاينر. خلاص احنا هنا عرفنا الكاميرات والسلابس وعملنا إيتاب موديل. طبعا بناخد الرياكشنز وبنحطها على السيف وخلاص، وبنحل الفاونديشن هنا. ده ثانية واحدة معلش لحظة. هوري حضراتكم من التكلا موديل. ان طبعا احنا بعد ما بخلص خلاص ديزاين وتأكدنا من كل for all section for delta beams and columns, we use تكلا موديل to make shop drawings. اوكي. ف shop drawings for this delta beams and composite column, we are manufacturing all these items in our factory. فده شكل المشروع على التكلة. المشروع ده first two floors with one column only connected, one column بالارتفاع كله الدورين، والدورين اللي بعديهم برضو one column for the other two floors. وده طبعا بيبقى سهل جدا في التركيب. It's very easy to install and erect inside very quick.
طبعا ستيف جدا ان انت عندك خلاص هو عمود واحد كونكشن واحده هنا برضو قويه جدا الكونكشن ما بين التو كولومز. والدلتا بيمز اهي من مميزاتها برضو ان مش بنحتاج no need for shuttering, no need for propping. ده يعتبر كأنه شاتر للدلتا بيم. انا مش محتاجه انا ما أنا احنا في تنفيذ الدلتا بيم بيتم على 3 مراحل. انا نسيت اقول الجزء ده. اول حاجه طبعا بيبقى عندي البيس كونكشن هنا بتبقى متصله بالقواعد. وتاني مرحله بعد ما بحط الاعمده بتاعتنا بنركب كل الاعمده الاول. ما بنحتاجش ان احنا نعمل بروبنج او سبورتنج فور كولومز ان ذيس انيشال ستيج. جاست وي ويل فيكس انكور بولتس ويز كولوم اور فاونديشن اند ذيس از انف. And then next stage we pour concrete for columns. After one day we erect or we install our delta beams. And, one second. ده شكل الدلتا بيمز. هختارها لوحدها. ده شكل الكاميرا. دلتا بيم بنعملها انستول للاعمده عن طريق كوربلز بتبقى طالعه من الكومبوزيت كولومز. وحتى لو كاستن سيتي كولومز برضو بيبقى فيه طرق للتثبيت الكاميرا الدلتا بيم على الكاستن سيتي either by using reinforcement which is coming from cast-in situ column أو بنستخدم connection called knife connection. دي برضو حاجة حديثة برضو تم اختبارها وبرضو ناجحه جدا. و if we use this reinforcement coming from columns we will make like holes in delta beams to fix this connection between delta beams. If we will add another floor or it will be the last floor so we can achieve this connection between them. بس في الحالة دي we used composite column so it was easier to use for sure corbels to support delta beams. وده شكل الكاميرا. ده شكل كأنه زي شاتر لأن بعد ما بنوضع الكاميرات after we put delta beams we install hollow core slabs. الاوبريشن دي ماكسيمم يعني في مشروع احنا عملناه كان فيلا. This villa only our elements installed our working days if this actual ones it was only 6 days starting from installing columns and installing our delta beams our then hollow core slabs. All this process only take 6 days. We finish this structural elements. So بعد ما بنحط الدلتا بيمز وبعدين نحط هولو كور سلاب كل ده ممكن خلال يوم او يومين only 1 or 2 days duration for this process we start to pour concrete. لان طبعا لازم يبقى فيه لان ده دي كومبوزيت بيم مش جاست ستيل بيم. فبنحط طبعا خرسانه على الكاميرات وعلى الهولو كور سلاب عشان نحقق السكريد. وطبعا كل الشكل اللي هي الفتحات ما بينهم كل ده بيتدارى وبيبقى الشكل منتهى البساطة ومنتهى السهولة. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين الكاميرات مش عميقة خالص. نحقق السبان فيري كلير ما فيش عائق. ممكن يكون لو احتاجنا مثلا في دروب لان ممكن يبقى سبان عالي بس حتى الدروب يبقى بسيط قوي مش حاجه صعبه. واحيانا ممكن اذا تطلب المعماري انه مش عايز دروب بنتحايل عليه بطرق اخرى بيبقى الفلات من السيرفس من تحت بيبقى فيري فلات ما فيش اي دروبس خالص. بس بعد ما بنحط الخرسانه وبنصب على الهولو كور سلاب والبيمز خلاص احنا كده المنشأ بتاعنا كشركة بيكو احنا كده خلصنا شغلنا. بيجي بعد كده شغل الفينيشنج او شغل الـ طبعا الـ لو في مثلا بري كاست وولز او في اي حاجات تانية مثلا هيحتاجوا يعملوها. ده هنا من الموقع بتاع المشروع بتاع ليبر كامب. ده دي الكومبوزيت كولوم او لسه المشروع جاري تحت الانشاء لسه ما خلصش.
فده شكل الأعمدة، وهي كانت واصلة الموقع. الصورة بس مش واضحة شوية، بس ده شكلها. في مشروع تاني معمول already خلاص، هوري لحضراتكم. ده مشروع اوريدي خلاص اتنفذ، برضو مشروع سكن عمال ليبر كام ليبر برضو بروجكت. لحظة، المشروع ده هنا في الإمارات في دبي. ده زي ما هو واضح لحضراتكم، ده برضو مشروع سكني، هو 12 بلوك. ده اوريدي خلاص اتعمل. انا هوري بس لحضراتكم شكل المشروع أثناء التنفيذ. زي ما هو واضح، الاسبانات كبيرة جدا، وهنا هو واضح، والسلم هنا بريكاست ستيرز يوزد، طبعا اسهل في الاستخدام. الكوست اناليسيس بالنسبه للمشروع ده برضو كانت الار سي سلاب سيستم، كان قيمته حوالي 285 درهم للمتر المربع. بالنسبه للدلتا بيم والهولو كور سلاب كان بس 239، ف 16% توفير. التايم اناليسيس، البوست تنشن سيستم كان هيحتاج 20 يوم من دور لدور، بالنسبه للدلتا بيم والهولو كور سلاب 10 ايام دور لدور، فطبعا 50% تخفيض في الوقت. ده بيتبعه حاجات كتير جدا، طبعا المقاولين عارفين جدا الموضوع ده. كل دي كومباريزون. ده شكل المشروع بعد ما خلص. زي ما حضراتكم شايفين، سبانات مساحات واسعة جدا. الكولوم زي ما حضراتكم شايفين تقريبا تكاد تكون مش باينة من كتر ما هي صغيرة بالنسبة للمساحة. السقف كلير، حاجة يعني صراحة جميلة جدا. ده شكل المشروع أثناء التنفيذ. زي ما حضراتكم شايفين برضو ما فيش دروب، نو دروب، كلير سوفيت. برضو بالنسبة للام اي بي يقدر يتحرك بحرية. الاتش فاك داكتس كان بي بليست اني وير، نو بروبلم، نو نيد فور شاترينج، نو نيد فور بروبينج تو سبورت دلتا بيمز. That's it. Very, very easy system to use. وفيري فاست طبعا. هنا الفاكت كان construction time 6 days per floor. ده ال vertical elements، وال horizontal elements 4 days per floor، وبس باستخدام 4 أو 5 عمال فقط لا غير، مش بنحتاج أكتر من كده. وأشكركم جدا. اللي عنده أي أسئلة يتفضل يشرفني. يعطيك العافية مهندس دلبار، الله يكرمك. محاضرة هيك سريعة. أنا مش عايزة، يعني لو حضرتك عايز أشرح أكتر أوكي، لا لا بس الله يبارك عشان فيك. نسيب وقت والله نحن لزمايلنا. بالعكس، يعني كان معك للتسعة ونص معنا مش لك، يعني ممكن لو ضايفي ساعة اللخ معنا مش لك. زملائنا الأسئلة برفع اليد حتى نعطي الدور بالترتيب. الله يبارك فيكم. الأستاذ أحمد محمد تفضل. السلام عليكم يا باشمهندس عبد الحكيم. الله يبارك في عمرك. وعليك السلام ورحمة نور الله ربنا. وبركاته. الله يبارك فيك باشمهندس، طيب كيف يا باشمهندس، أخبار حضرتك إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أنا بحضرتك بشكر باشمهندس. حضرتك جدا على المحاضرة القصيرة جدا دي، وفي نفس الوقت عبد الحكيم، يعني أنا بصراحة أنا أول مرة أسمع عن الدلتا بيم دي، ومستغرب جدا يعني بصراحة، ليه لأن إحنا مهندس عندنا أحمد من مشاريع. الاستشارين المشرفين الخبراء الحقيقة. ما شاء الله، الله أهلا يكرمك يا وسهلا باشمهندس. باشمهندس، تبارك تسلم الله. تسلم. وانا مهندس استشاري تصميم واشراف، ما شاء فبصراحه الله. مقابلين كوارث في بعض المشاريع، زي مدرسه الاسبانات 13 متر وحصل تمام. ديفليكشن بسبب اللود، يعني عملنا هم عملوا مش انا، انا رحت ارمم وراهم المصايب اللي هم عملوها طبعا. فالديفليكشن حصل بسبب ان الهولو كور كان تقيل، واول ما حطوه على الكاميرا راحت كسرت، مع انها كانت متر، وكانت لما جيت انا بعمل ري ديزاين طلعت محتاجه تبقى متر و40،
مش متر. فطبعا ما لما هي حضرتك النهارده طبعا بتقول ان الديبس السيكنس يمكن 70 50 سنتي و40 وارقام يعني ما شاء الله. و22 متر يا باشمهندس، ال 70 سنتي عملنا احنا ال مسجد 22 متر برضو كان الباكي 20 متر، بس كان ما تمام، شاء الله الكاميرا كانت متر و مش فاكر متر 90 و40 متر مثلا ونص اقل حاجة. وتسليح كانت تي سيكشن، يعني كان تي سيكشن حديد 25 والكنات 14 مللي حاجه اوفر 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 انفورسد يعني. طب فانا متوقع. عارف ما سمعتش بصراحه تي سيكشن الدلتا سيكشن الدلتا بيم، لكن السؤال بقى يعني تحت امرك. هل هي لازم المبنى كله كومبوزيت من تحت لفوق ولا لا مش ممكن لازم، يتعمل؟ أجزاء وأجزاء ممكن عادي جدا، مفيش أي مشكلة. يعني في ناس بتفضل زي ما حضرتك بتقول، فلنفترض حد مثلا مش فارق معاه الوقت قوي، ممكن يكون عنده عايز يقلل الكوست أو يبقى ليه وجهة نظر معينة. ففي أحيانا بندخل مشاريع بنستخدم دلتا بيم في أجزاء معينة، لو زي ما حضرتك قلت عندي مثلا سبان كبير وهكذا. أنا برضو عايزة أقول لحضرتك، أنا طول عمري كنت بشتغل خرسانة عادي، وبرضو أول مرة أسمع عن دلتا بيم ما اشتغلت في الشركة دي. والصراحة يعني أنا فعلا بقول الواحد ندم إن معرفش، أنا مش بقول عشان أنا شغالة في الشركة، بس فعلا السيستم ده مفيد جدا لمشاكل كتير كانت بتواجهنا في حياتنا أثناء الديزاين. أنا فاكرة كان في مشروع برضو كنا شغالين فيه، لو حضرتك تسمع عن المتحف المصري في مصر. طبعا عارفه ورحته، تمام. انا أنا مصري كنت على فكره. شغالة. أهلا بحضرتك. كان في كاميرا طولها حوالي 16 متر. عايزة أقول لك إن ما إحنا شاء يعني الله. أنا لغاية من ساعة ما اشتغلت لغاية ما مشيت ما كناش عارفين نلاقي حل للكاميرا دي. بس فعلا لو كان كنت أعرف ساعتها موضوع الدلتا ميمز، أكيد الموضوع ده كان اتحل، ما كناش دخلنا في متاهات كتير يعني. فزي ما بقول لحضرتك، ممكن حضرتك تستخدم جزء واحد فقط دلتا ميمز. باشمهندس مش لازم احمد، اذا عندك شيء جاهزين جماعه بيكو على فكره. ها تحت أمرك طبعا. ايه، ما انا بقول عينينا لحضرتك بحضرتك. اولا انا عايز رقم تواصل اكيد، لان احنا يعني فكرة. بيقع تحتنا مثلا مساجد ومدارس كبيره حاجات زي كده. تمام، وبقول للبشمهندس ببعت لك دلوقتي يا رقم دكتور التواصل. لو حد مهتم بالوقت، لا ده هو احنا بقالنا 3 شهور، انا بقالي 3 شهور برمم في كاميرات المدرسه واعمدتها. الله فتخيل يعطيك لو العافية. الدلتا بيم اتعمل ما كناش صرفنا التكاليف دي كلها، او هم خالص. ما كانوش صرفوا الحاجات دي. هتحكي مظبوط وحتى الى فعلا. الان تخيل يا باشمهندس عبد الحكيم، الان في 4 كاميرات منهم احنا منتظرين تصميمهم كربون فايبر عشان يدعموا، والى الان ما حدش جابهم. قلت لهم ما حدش بيعرف يصمم كربون فايبرز، يا اخي دي اتصل فينا، اتصل تشالنج فينا كات. باشمهندس احمد، وين احنا موجودين. خلاص ماشي، بس الله لازم يبارك اتواصل فيك. مع الباشمهندسه ضروري ان شاء الله. و تحت امرك. الإجابة بس هل صح، السؤال الثاني كان هل الدلتا بيم دي نفس السكشن بتاعها ستيل ده بنفس الشكل بره في الايدج بيم برضو؟ يعني هل، لأن دلوقتي أنا شايف في ستيل تحت فمش عارف أشطبها، وده ممكن فور سيلينج ولا حاجة مش مشكلة، لكن على الجوانب هل هعرف أحط محارة أليس ولا برضه هيبقى طبعا في طبعا. طبعا مفيش اي مشكلة. وبعدين الديبس بتاع الكاميرا بيبقى اكوردنج للديزاين، السبان واللودز والكلام ده كله. ممكن بقول لحضرتك احنا ستارت ديبس ستارت فروم 20 سنتيمتر تل 70 سنتيمتر، فده اقصى ديبس عندنا، وبيشيل اطول سبان. تمام. فلا حضرتك ما تقلقش يعني، ان شاء الله اذا فعلا حضرتك مهتم تواصل معانا، وان شاء الله نقدم لك حلول، ويا رب ان نقدر ننفعك يعني. مفيش اي ربنا مشكله. يخليك، خلاص تحت هاخد امرك الرقم من باشمهندس. الباشمهندس عبد الحكيم او سيادة التواصل. تشرفنا شكرا ببعت جدا لك يا ان جدا شاء الله. جدا على اهلا بيك، التكنيك. تشرفنا الله، باشمهندس. بس مشان المهندس احمد الحقيقه كمان كان عندنا احد المشاريع نفس المشكله، عنده نسبان 18 متر وعنده ليميت دبس لازم للبيم، احتاروا كيف بده يحلوها. فاقترحنا عليهم الدلتا بيم الحقيقه من خلال اللقاءات والمحاضرات. والدلتا بيم انا يمكن من 7 8 سنوات عندي سابقه معهم، بس ما مشي الحال معهم مع الاسف والله. بس حلولهم كانت جيده الحقيقه، لكن احيانا المشاريع وسرعه المشاريع المالك او المقاول بيحاول يبتعد عن الموضوع. فلذلك دلتا بيم بده يكونوا مع بدايه تصميم المشروع حتى يقدموا حلول للمالك او للمقاول الحقيقه. نعطي الدكتورة خلاص، تفضلي دكتورة. السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أهلا أنا عندي باشمهندس. أسئلة سريعة بعد إذنك.
تحت امرك، تشرف. اول شيء هل انتوا السبلايرز تانيين ولا انتوا سنجل سورس؟ لا، احنا السبلايرز الوحيدين، لان هو منتج خاص بيكو، ده برودكتس فور بيكو اونلي. احنا واخدين اعتمادات كتير باسم شركتنا، يعني واعتمادات دوليه. اصحاب براءة الاختراع بيكون. بالظبط، اصحاب براءة اختراع فعلا. وحتى اتفضل. معظم الشركات مثلا الحكوميه خاصه بمشاريع ما بتقبل السنجل سورس، بيقولوا لك نحن بدنا اتليست 3 كونتراكترز او 3 سبيشاليست حتى ما نتورط بالمشروع. ما احد يمسك رقبتنا، عرفتي علي؟ انه لا، بدنا نكون حرين، اذا هذا طلع ومشي نقدر نروح لغيره. الموضوع الثاني حضرتك، طيب هل تعتقدي انه اذا رحنا نحن لهولوكورس لاب مع البريكاست بيم اللي هو البوستنشن للسبانس الطويل ككونكريت، ما بيكون ارخص ما انا اروح للدلتا بيم اللي هو ستيل؟ والله هي حسب يا دكتور، يعني حسب المشروع. ويعني زي ما وريت حضرتك، ما اعرفش حضرتك حضرتي ساعة ما كنا بنتكلم بالنسبة للتكلفة مقارنة ما بين البوست تنشن وال لكن مش موجود، ما لقيت ال انا هوريها لحضرتك. والبريكاست مش موجود. حضرتك بتتكلمي كبري كوست ولا بوست تنشن؟ بريكاست، لانه انت عارفه لما عم روح هولوكور عم يكون كله بريكاست، بيجيني المقاول كله كامل بريكاست، وبيروح بيسوي لي بالبيمز الطويله بيسوي لي بريكاست بوست تنشن. تمام، انا هوري اتفضل هوري حضرتك المقارنه، لان هو الموضوع مش بس بيعتمد على على تكلفة الماتيريال أو تكلفة الخامة برضو حضرتك بالنسبة للوقت. فمثلا هنا برضو بالنسبة للبري كوست زي ما حضرتك شايفة، ودي كومباريزون ما بين ستيل فريم، بيكو دلتا فريم، كاست ان سيتو، اند بري كوست وول سيستمز. التكلفة ماشي تكاد تكون متقاربة، وحوالي 200,000 ريال سعودي. بس بالنسبة للتايم، بالنسبة للوقت، يعني بص حضرتك الديوريشن مثلا احنا عندنا بالنسبة للدلتا بيمز اربع بوستنشن بيمز، حضرتك بوستنشن بيمز مش بوست تنشن. البوست تنشن بيمز وقتها اكبر في برضه. نعم اتفضلي يا باشمهندس. تكون بوست تنشن بيمز بريكاست مش وولز. بصي انا هوري حضرتك المشروع ده لحظة. لا كنا لسه برضه بنتناقش فيه، اللي هو دبي ساوث. بالنسبة للكمباريزن هنا اهي، دي البوست تنشن بيمز بتاخد حوالي 20 يوم من فلور لفلور، بالنسبة للدلتا بيمز 10 ايام فقط. دي كاستم بعتقد صح، البي تي بيمز حتكون سي اي اس مش لا لا بوست تنشن سيستم. لكن كاستم سيتيو قصدي مش الكاستم سيتيو. تمام، بالنسبه للكاستن سيتيو، الكاستن سيتيو طبعا هتاخد وقت اكبر كوقت. طب حتى التكلفه هنا الار سي سلاب سيستم قدام حضرتك، مش عارفه واضحه، 285 درهم للسكوير متر، وهنا دلتا بيم 239 درهم. فاهمه عليكي حضرتك، لكن كبريكاست بوستنشن بيم، بري كوست بوست تنشن بيمز هي تكلفتها هتبقى اقل، بس هيبقى الدبس اكبر. فهي انا بقول لحضرتك، هي كل مشروع بيبقى حسب احتياجات حضرتك ايه، او احتياجات المالك او احتياجات المعماري، فبتختلف. في حد ممكن يبقى بس مجرد بيعمل فيلا عاديه، مش بيعمل مشروع كبير او حاجه، بس هو حابب ان يبقى عنده مساحات واسعه جدا، وما عندوش مشكله في ان هو هيدفع دلوقتي، حتى لو دفع فرق شويه فلوس زياده، بس هو هياخد في الاخر حاجه مريحه ليه، وحاجه انه مش كل يوم حد هيشتري فيلا او هيعمل فيلا او هيبني فيلا. فممكن يبقى يقول اوكي انا ممكن ادفع فلوس زياده، بس هاخد حاجه مريحه افضل عايش فيها طول عمري مبسوط يعني. فهو كل بروجكت حسب استخداماته يعني. السلام عليكم مهندس سيد البار، تسمحي لي اشاركك بالجواب؟ تحت امرك باشمهندس فارس، مديرنا كلنا. ربنا يبارك في حضرتك. بارك فيك دكتوره اخلاص، اسئلتك حلوه كثير. اول شيء بالنسبه لل يعني اني كومبوزيت او دلتا بيم، ان الجهات الحكوميه او اي جهه ما بتريد ان تكون محصوره ب وان سورس، هذا شيء واجهناه هون بدبي مثلا. فايش بيصير؟ هو بيصير اني كومبوزيت سكشن، يعني ممكن الاي سكشن اذا حطيت له شير ستاد يشتغل كومبوزيت فيتنافس مع السكاشن الاخرى من الستيل، بس كدلتا بيم بهالحاله بيصير كومبوزيت سكشن، مش بيصير اني دلتا بيم فقط. واجهناه بعده حالات، ودخلوا معنا منافسين من اماكن او من اي سكشن مع الشير ستاد او بوكس، احيانا بيصير مع بوتوم بليد بينافس، يعني بيدخل نفس تحت نفس البند. هلا بخصوص السؤال الثاني اللي هو مع البريكاست بيم،
حتما هو البريك ستريم ارخص، بس ولكن اذا في عندي مشكله بالدروب فالدلتا بيم راح يكون هيدن، ففي الحاله حتما راح يكون الدلتا بيم هو المناسب اكثر. في شغله ثانيه، احيانا بالتنفيذ بيكون البريك ستريم ثقيل، فبتطلب مثلا كريم بيكون وزنه فوق ال 10 طن، الهولوكور بيكون وزنه شيء 3 طن او 2 طن، فبدي اجيب كرين يغطي المجالين، يكون كرين هيفي كرين يغطي التنتين يعني الهولوكور والدلتا بيم او عفوا البريكاست بيم، او اني اجيب كرين صغير للهولوكور وكرين كبير للبريكاست بيم. اذا انا استعملت الدلتا بيم وزنها هي كمان مثل الهولوكور، فالكرين واحد بيغطي المجالات كلها، فبكون اسهل بالتنفيذ. طبعا الوصلات كمان، اللي الوصلات مع الأعمدة الدلتا بيم على الأغلب بتكون أسهل، هذيك بدأ معاناة أكثر أو بدأ عناية أكثر، فبالأغلب يعني بتندرس كل وجهات النظر وبتاخد قرار. يعني في حالات أكيد البريكاست بيم هو بيكون الحل الأمثل، بس في حالات تانية بيكون الدلتا بيم هو الأمثل. مصداقية أستاذ محمد، ليش باشمهندس بالمثال اللي فرجيتونا إياه إنه استخدموا الستيل بريسينج لللاترال، طيب ليش ما استخدموا الشير وولز؟ مو أرخصهم؟ وبعتقد بنموذج الفيلا تبع دبي كان مبين كمان إنه في هو هذا المنشأ، هذا المنشأ بدمام أكيد منسد البر راح تشرح أفضل، بس هو ال كان هنا مطلوب السرعة، الشير وول الكاستن سيتو راح ياخذ وقت، فهو كان مطلوب الزمن، كان عامل التقييم الزمن له وزن كثير، فالبريسنج كان اسرع من ابو علي. معلش ولو دخلنا دكتور اخلاص، كان البريسنج لاحظته بالدور الاول وفوق، يعني بالدور الارضي ما في، ايش الاسباب؟ مهندس البار هون تشرحي تاني معلش باشمهندس، البريسنج لاحظناه كان من الدور الاول والى الاعلى، بالدور الارضي ما كان موجود. لحظة كده يا باشمهندس، إذا بترجع لل يعني المبنى غير منتظم، يعني بيدخل من ضمن تصنيف المباني الغير منتظم بسبب الفتحات بسبب الشكل. تمام، أنا هعمل شير السكرين. هو خليك عاملي شير. حاضر يا باشمهندس، تمام، تحت ما طلع شاشة سودة. أوكي تمام، هو البريسنج موجود من الدور الأرضي، مش ما بعرف أنا في بالثري دي أو يمكن بالموديل تبع التكلة. هو ده التكلة، ده التكلة ما بعرف احنا. انا شفته بثلاثة، معناته اذا هيك ممكن انا اسف، انا اللي بعتذر. لا لا ابدا باشمهندس، ممكن تكون انا اظهرت حاجة بشكل خاطئ. لا الله يبارك فيك. لا تحت امرك باشمهندس، احنا عندنا مهندسين ستيل ما شاء الله عباقرة، مهندس ألان، مهندس سيزر، اور مانجر انجينير فيزا، ما شاء الله، هم يعني they can handle all this design perfectly. أستاذ عبد الحكيم، بس أضيف نقطة في بدوي جواب للدكتور أخلاص، يعني بالفعل سؤال كتير مع البريكاست بيم. كان في مول بدبي هنا، مول كبير، مساحة الدور هو دورين، مساحة الدور 30,000 متر مربع كبير، فكان مختارين بريكاست بيم. اتصور أن البريكاست بيم مع الكولوم استعملنا الدلتا بيم كالترناتيف اوبشن، فتحولت الرفت سلاب كانت 1.5 to 1.2، كمان هي اضافه لما استعمل دكتور اخف، تمام، ساعدتني اني على الفاونديشن. اتصور 30,000 متر وفرت 5 مليون، فالكلاينت يعني شيء تمام ما شاء الله. انا بدي دكتوره اخلاص سؤال ثاني. لا شكرا، شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه، الله يبارك فينا، اهلا بحضرتك. في مهندس مجد كان عنده مداخله، رفعت ايده ورجعت. مهندس مجد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك زميلتنا العزيزه. جزاك الله خير مهندس دلبر على البرزنتيشن الحلو، الله يعافيك. انا كانت عندي بس مداخله بخصوص ليش العميل كان حابب يروح بالبريسنج بدال الشير والز في هذا المشروع. كان العميل ايضا يهمه، هو مقاول، فهو كان ايضا يهمه انه يكون الشغل من وان سبلاير، انه ما راح يقسم الشغل على اكثر من احد، وانه يعني زي ما قال تفضل المهندس محمد فالس ان الوقت كان يفرق. فاحنا اقترحنا لهم، طبعا هذا كله على اختلاف رغبات العميل، فهو هذا العميل بالخصوص كان يفضل ان انا خلاص ابغى اطلع كومبوزيت بالكامل، فانتوا يا بيكو خلصوا لي. واحنا الحمد لله زي ما قالت مهندسة دلبر، احنا عندنا الامكانيات والمهندسين عندنا شاطرين،
فإحنا قررنا أن نطلع lateral loads نشيلهم بالbracing. هذا بس حاجة كنت حابة أضيفها. تسلمي. شكراً على الإضافة. أنا مهندسة مجد هي اللي هي مهندستنا في فرع السعودية وهي اللي كانت متابعة مع الكلاينت. وطبعاً جزاها الله كل خير هي اللي تبعت المشروع. الله يوفقك يا رب باشمهندسة. في عنا سؤال مهندس دلبار بيقول لك هل يمكن استخدام الدلتا بيم مع الهولوكور سلاب راح يخلي الهولوكور مستمرة على عدة مجازات أم راح تظل بسيطة؟ يعني إذا استخدمنا الهولوكور هل يكون فيه كونتينيوس ولا بقال سيمبل سبورتد؟ لا معلش اللي هيبقى سيمبل سبورتد الهولوكور سلاب ولا الهولوكور بيحكوا على الهولوكور نعم لا الهولوكور لا يمكن تبقى كونتينيوس لان هي تصميمها هي مجرد بتتحمل بتحط تحملها بينزل كبيرنج بس على الدلتا بيم لكن ما الكونتينيوس دي هحتاج ان انا يبقى فيه توصيل لحديد وده متهيألي ده مش في شغل الهولوكور سلاب بيستخدم بس في الكاستن سيتيو او طبعا بوست تنشن سلابس تمام. سؤال كمان من الأستاذ محمود عبد القادر يقول هل يجوز زراعة الأعمدة على جسور الدلتا بيم؟ طبعاً طبعاً إحنا كتير جداً بنعمل الموضوع ده بيبقى ممكن نزرع أعمدة ممكن نزرع حوائط حتى بس طبعاً حوائط بيبقى صغيرة شوية وحملها مش كبير يعني طبعاً الحيطة بتبقى صعبة شوية بس بنزرع أعمدة عادي مفيش أي مشكلة وطبعاً تمام. according للحمل وaccording للسبان كل حاجة بالديزاين بتتحل مفيش مشكلة تمام. هلا في سؤال كمان بالشات عنا مهندس محمد سؤال ثاني بيقول هل يمكن تزويد بحديد إضافي سفلي إذا بدل يكون القطاع بالكامل كله حديد فالقطاع مو حديد القطاع عبارة عن خرساني وحديد باشمهندس كومبوزيت سيكشن باشمهندس محمود عبد القادر انا عارفاه زميل قديم على باشمهندس محمود لا هو هي احنا الدلتا بيم دي كومبوزيت سيكشن زي ما وريت لحضرتك كان حتى اوضح له هنا في التكلة عشان بس عارفه الموضوع بيبقى بالنسبه للي ما يعرفش دلتا بيم بيبقى صعب التخيل شويه هختارها هنا ده شكلها يا باشمهندس محمود كان في اثناء التنفيذ شكله وكان في الحديد مشان الفاير بالظبط في حديد كمان. للفاير هي ده شكلها كان يعني حد الاس الزملاء بيسالوها كمان احيانا كيف بده يقاوم الفاير تمام طيب انا بس هوضح له الاول باشمهندس محمود او للزملاء كلهم ده شكل الكاميرا نفسها الدلتا بيم اللي هو الجراي ده دي نفسها واللون اللي هي لونها اخضر دي الاب ستاند اللي بنحط عليها بنحمل عليها الهولوكور سلاب فبينزل حملها كبيرنج جاست فيرتيكال لود على الكاميرا والكاميرا طبعا بتتحمله بالحسابات من داخل بقى الكاميرا هوضح لحضراتكم شغل التكلة معقد شوية بس ده شكل الفاير ريبورس لو حضرتكم واضحة بيكون filled with concrete كل جزء اللي داخل ده كل ده بيبقى مليان خرسانة أنا بيبقى عندنا هنا فتحات اهي الفتحة دي وجزء وتبقى برضو في نفس المكان هنا وبرضو عن طريق الفتحات الجانبية الخرسانة بتتصب عادي خالص وبتدخل عن طريق الفتحات دي وتملى الكاميرا نفسها لغاية ما بنوصل للليفل اللي هو 6 سنتي اللي بيبقوا توب فوق الدلتا بيم الكفر 6 سنتي ده أو 7 سنتي حسب الديزاين ده بي طبعا بروتكتنج للدلتا بيم فروم فاير فروم سكراتشنج فروم طبعا فروم راست طبعا احيانا ما بيحصلش راست يعني ان شاء الله لان هي اصلا كفر بخرسانه بلس ان احنا بندهن الكاميرات حسب متطلبات المشروع ممكن احيانا ندهن الكاميرات بنعملها جلفانايز لو الكاميرات دي مثلا هتبقى ظاهره واضحه وهتبقى متعرضه للرطوبه او متعرضه لو على بحر مثلا او على حاجه زي كده او في مكان فيه كيماويات هتاثر على الحديد فبنعملها جلفانايز تو بروتكت 100% فروم راستنج اور اني بروبلم في سؤال مهندس دلبار دكتور محمد بقول خلينا على 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 التكلة لأن يمكن السؤال ضمنه هل ممكن تمرير أنابيب خدمات
داخل دلتا بيم. اذا في عندي انا في عندي ايه، في عندي مثلا تصريف المياه، في عندي مواسير الكهرباء، في عندي داخل الدلتا بيم. لا ما ممكن من خلالها يعني من طريق الفتحات اللي هي من خلال الفتحات اللي كانت موجوده في البيس كونكريت ممكن تمرير بالظبط كده يا باشمهندس. بالظبط ممكن ممكن نمرر من خلالها ما فيش مشكله. الله يبارك فيك. بس هو ان شاء الله هو اصلا مش هيحتاج لان احنا تقريبا ما فيش دروب، فهو ممكن يشتغل كله تحت الكاميرا من غير اي مشاكل يعني. تمام طيب زملاء اي سؤال اخر؟ عندنا الاستاذ حسان. استاذ حسان ايوه يعني زي ما دخلت ما بكتمل المحاضره. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب. لا والله بس انا من خلال المداخلات مع مداخله المهندس اخلاص. الدكتوره اخلاص في نقطة خطرت ببالي ما بعرف إذا هن تطرقوا لها، إنه هي كانت عم تحكي على البوست تنشن بري كاست بيم أو غلط نقول بوست بري تنشن لأنه هي بتكون إذا جاهزة ما سبقت الإجهاد بري ستريس ملاحقة الإجهاد فإذا بري تنشن أو بري ستريس يعني عليك ما تزعل الحكيم. الدكتور عبد الحكيم كمان ها عم نستنى نحن على فكرة. لا خلص بالطريق والله إن شاء الله. نستنى الدكتورة. خلص بالطريق لله الحمد. يلا إن شاء الله الله يسر يا رب. إن شاء الله ربنا يوفقك يا رب دكتور عبد الحكيم تستاهلها وأحسن والله. الله يبارك فيك. خير إن شاء الله. فخطر بالي سؤال إنه كمان مع المهندس مع البش موضوع كنترول كمان بالنسبة ل ممكن استخدام البريتنشن او الاجهاد السابق مع الدلتا بيم في حال كان الديفليكشن ما عم يتحقق يعني صعب تحقيقه مشان ما تزيدوا السماكه او حتى ممكن تقللوا السماكه فوارد هالكلام هذا بحث او ما بعرف مجرد يعني اقتراح او شيء من هالقبيل للعمليه ضبط اللي هي فما بعرف اذا فيك شيء يعني البوست البري ستريس مع الدلتا بيم تماما ككومبينيشن يعني البري ستريس بيكون مهمته الكنترول للديفليكشن مش لعمليه التحميل يعني طبعا هي بدها يعني تشتغل مع بعض كومبوزيت تشتغل ففي هل في بحث هيك صار او تطرقتوا لك شيء؟ لا صراحه بس هو غالبا احنا ما بنواجهش مشكله في الديفليكشن في الدلتا بيم اذا سمحتي لي مهندس البارك طبعا سأل طبعا السؤال ما في الاستاذ على راسي اهلا وسهلا الله يسلمك يا رب. المشكله باشمهندس اذا صار هالشيء طبعا الكونكريت لازم يكون فيلد مع الدلتا بيم سيكشن قبل الكونستراكشن لتصير بوست تنشن يعني بتصير بعد التركيب كاني كومبوزيت تركب الكابلات تماما واذا كان مجازات طويله راح يكون عندك وزن كبير راح تضطر لكرينات كبيره بعتقد الخيار الصح مو مطروح. ممكن انا اجاوب عبد الحكيم؟ تفضل تفضل استاذ احمد تفضل. المشكله الاساسيه استاذ حسان هو موضوع شد الكابلات لو بدك تعمل الموضوع هذا أنا ما عندك مكان لتشد الكابلات منه. إذا كان ناحية. بالمصنع إذا كان بالمصنع بده يجي هون بالموقع ما بنشد بالموقع. ما بنشد. بده يعمل بريتنشن أستاذ أنس. هلا هو قد يك. ما راح يعمل بوستنشن. يعني في شغل عفوا. تفضل أستاذ. منضيف نحن بري كمبر يعني ما نسد البر بري كمبر هاي المنضيف. تمام. نعم. معناته هيك بتنحب تنحل المشكلة وما بنستخدم البريستريس. طيب سيدي بدنا نسمع أستاذنا المهندس رزق كمان. أستاذنا في أي إضافة؟ حقيقة بالنسبة لتصميم الدلتا بيم. ألو تفضل سامعينك.
بالنسبة لتصميم الدلتا بيم، هل بتم تصميمها لما في لما تكون قبل صب الخرساني فيها؟ هل تتصمم انها تتحمل وزن الهولوكور والكونكريت تبع الدلتا بيم والتغطيه سواء ببروب ولا بدون بروب؟ تمام باشمهندس، هو احنا ما بنحتاجش بروبنج خالص، طبعا بتتصمم. انا كنت وضحت ان بيبقى فيه ثلاث مراحل في التصميم من خلال البرنامج بتاعنا بتاع بيكو ديزاينر. اول مرحله بيتم التاكد من القطاع ان هو هيبقى effective في ستيج 1 دي، اما بيبقى مجرد ستيل بيم محطوطه قبل ما نحط خرسانه بنشوف هل هيقدر يبقى ثابت في مكانه ومش هيحصل فيه مشكله ولا لا. تاني مرحله ما بنعمل بيبقى كومبوزيت سيكشن، مجرد ما بنحط الخرسانه فيه هل هيفضل سيف في مكانه مش هيحتاج بروبينج ولا لا. وثالث مرحله ما بنحط الهول كور سلابس والاحمال بقى بتاعتنا اللايف لود والديد لود. فبيتم التشييك على ثلاث مراحل ولازم الثلاث مراحل يبقوا سيف، فعشان كده احنا ما بنحتاجش ان احنا نعمل بروبينج الا لما لو عندي كانتليفر كبير، لان احنا ممكن نعمل وي كان ريتش كانتليفرز تل 6 متر لونج، 6 متر كانتليفر. فطبعا لما عندنا كانتليفر طبعا من الافضل ان احنا نعمل بروبنج حتى لو بسيط في اول الكانتليفر وفي المنتصف وحسب يعني طبعا طول السبان. فبس هي دي، فمنحتاجش نعمل بروبنج في العادي يعني. شكرا لكم، تحت امرك. اهلا بك، اهلا بك زملاء. اي سؤال؟ اسئله في العشات الاستاذ احمد يقول هل ينفع ادعم كاميرات خرسانيه تم تنفيذها، يعني هي النيوز وبها مشكله باضافه دلتا بيم تحتها بحيث تكون اوفر من قطاعات الاي بي اي او الاتش بيم؟ لا ما اعتقدش، هي ما بتستخدمش بالشكل ده، لان يعني هو طبعا هي تبقى مكلفة شوية مش تمام. هتبقى أوفر، وبعدين هي الدلتا بيم كومبوزيت فهي مش هتبقى تستخدم في كده. ممكن نعمل ريبليسمنت، وطبعا مشكلة التثبيت زي ما حضرتك كاتب، لأن طبعا من الأول لازم يبقى معمول حساب إن في دلتا بيم هتركب على العمود. نعم، بتتاخد في الحسابات. في باشمهندس أحمد نفس السؤال، بالنسبة لمنطقة الحمامات هل بتستعمل سوليد سلاب سقط ولا كله بيتعمل تحت اسفل هولو كور ويتعلق بالدلتا بيم؟ تمام بالظبط يا باشمهندس، بيتعمل تحت الهولو كور سلاب وبيتعلق بيبقى في الفول سيلينج، لكن ما بنعملش تسقيط يعني. بس احيانا بيبقى في عندنا اجزاء سوليد سلاب لو ليها يعني، احيانا بنضطر نعمل اجزاء سوليد سلاب في بعض الكيسز، وما فيش اي مشكله برضو بتشتغل عادي، ما فيش مشكله. تمام تمام زملاء. تفضل. اي سؤال دكتور محمد؟ تفضل. السلام عليكم مهندس عبد الحكيم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين دكتور محمد، تفضل. صراحه دلتا بيم هذا صار يعيش بيناتنا، لما نسمعه كثير فيه صرنا صار اليف بالنسبه لنا يعني. ان شاء الله يوم من الايام نستخدمه ان شاء الله. سؤالي بس للمهندس محمد اللي داخل اول مره وقال انه عنده البيمات كركت كلها والديفليكشن تجاوز المسموح والى اخره، وحكى احمد وحكى على التدعيم بالكربون فايبر، وما شفت لا حضرتك ولا المهندس انس علقته على الموضوع. لا انا بالعكس، لا الكربون يا وهو يا اصلا سايبو فيلير يعني. يا دكتور انا قلت له موجودين، نتواصل برا وبنحكي يعني المحاضره ما كربون فايبر. لا بس يعني هو كلام يعني الحديث يعني جاب نفسه يعني انه هو بشكل عام ما حد عقب عليه يعني، وبيعرف المهندس انس لاني مو موضوعنا الحقيقه، فلذلك نحن قلنا له للاستاذ، والاستاذ احمد استشاري وهو صديق وزميل يعني في تواصل بيناتنا ان شاء الله. طيب ماشي. طيب احنا بالنسبه للدلتا بيم، سؤالي انا للمهندس بصراحة، ولما احنا تعلمنا ودرسنا الكومبوزيت يعني ستراكشر، وكنا نستخدم ايام زمان الاي بيم والاتش بيم،
مع الخرسانة ونعمل لها تصميم ودراسة. طب شو فرق هذا عن الاي بيم والاتش بيم؟ يعني شو الفرق شو الادفانتج المختلفة عن هالشغلات هاي؟ يعني احنا فينا نحط اي بيم مثلا والاتش بيم ضمن البيم الخرسانة ونزيد صلابته وتحمله على الديفليكشن، فهذا شو فرقه عن هذا؟ سؤال جيد. سؤال قوي جدا. هو باشفانس بالنسبة لخبرتي يعني المتواضعة في الموضوع ده، هي الدلتا بيم ميزتها أولا إن هي قطاع جاهز، يعني هو مجرد هي كفورم وورك ودلتا بيم في نفس الوقت. حضرتك ما بتحتاجش فورم وورك فور اكزامبل، ما بتحتاجش تعمل شاترينج، ما بتحتاجش تعمل بروبينج. فده انا بتكلم مثلا كسرعه التنفيذ وسهوله تركيبها واستخدامها، ومجرد بس ما بتعمل فيلينج زي ما وريت حضراتكم في اماكن الاوبننجز للكونكريت، خلاص انت بقى عندك كومبوزيت سيكشن قوي جدا، لان انت عندك القطاع اولا المكافئ لمقاومه العزوم او مقاومه الاحمال، القطاع اكبر من الاي سيكشن او الاتش بي اي، لان انت عندك زي بوكس سيكشن. فزي ما بنستخدم البايب دايما الستيفنس بتاعت البايب اقوى من الاي بيم لو احنا بنتكلم على ستيل، لان هي بتبقى الانيرشيا عندك بتبقى اعلى. هنا نفس الكلام، ان انا الانيرشيا بتاعت الدلتا بيم هتبقى اعلى من ان انا استخدم اي بيم او الاتش بيمز. وطبعا كسهوله تركيب وسهوله استخدام افضل بكتير، بلس ان الشكل اللي هو البوكس سيكشن ده بيخليني اوصل لدبس قليله، عمق الكاميرا بيكون قليل، ما بحتاجش ان ممكن لو احنا عاملين ستيل بيمز هيبقى الدبس ممكن يبقى اعلى، لو احنا عاملين ستيل فريم مثلا، لو حضرتك عامل سبان 10 متر 15 متر، في فرق بيبقى كبير ما بين دبس الدلتا بيم وبين الاي سيكشن المستخدمه. بس طبعا في ناس تفهم اكتر مني. بس انا اللي انا اعرفه كمان دكتور اذا بدك تجيب اي بيم تعمل الكومبوزيت سيكشن لا يكون نفسه مثل الدلتا بيم هتجيبه هو مفرغ وعمال تركبه، وبعدين بتثبت سواء الهليكور او تصب الخرساني او ستيل ستراكشر تعمل سبورت عليه. اما بالكومبوزيت الكونكريت والاي بيم المقاطع النظاميه ما ممكن نستخدم نفس الاسلوب. بس السؤال الذي يطرح نفسه انه دلتا بيم يعني ما متوفر بكل الاماكن بكل الدول، عرفت كيف؟ يعني لا متوفر بكل الاماكن وبكل الدول. من امريكا لكندا لاوروبا، اوروبا كلها، الخليج العربي، جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا كمان عندنا في مشاريع بننفذها هناك وفي مصر والدول العربيه كلها، قطر والبحرين والسعوديه. حتى الحقيقه دكتور محمد من الشركات الكبيره حتى بيشتغلوا، ذكرت المهندس دلبار بالتوربينات فاونديشن كمان، وهي ان شاء الله وعدنا المهندس محمد يحكونا عنها. ما ننتظره ان شاء الله. تمام. بس انا لاحظت شغله، لو تعرض الصفحه اللي فيها شو اسمه السيفنج، يعني بين الحلول المختلفه دلتا بيم مع الكاستنس، يعني شوف في مثلا هون انت الدلتا بيم كان 1,300,000، كاست انستيتيو 1,377,000، يعني تمام. انا شايف اللي فرق بس يعني كسيفنج وايز بالتايم اكثر ما هو بالكوست. بالضبط كده، مش 50% توفير في الوقت. يعني بص حضرتك هنا الدلتا بيم هتاخد 4 شهور، الكاست انستيتيو 8 شهور، فطبعا حضرتك مش التكلفه اقل بكتير كفاليو انجينيرنج، مش بس كمواد. طيب هل انت هون مثلا قارنت الكاست انستيتيو، قارنت البري كاست، قارنت الستيل فريم، بس ما قارنت الحلول مع البوست تنشن مثلا؟ هو ده اللي كان معروض على الكلاينت، يعني هو كان معروض عليه الثلاث حلول الاخرى، واحنا كمان كنا الرابع يعني، فكانت الكومباريزن على الاساس ده، يعني ده تكلفته كانت كذا وده كذا وده كذا والديوريشن، فهم اختاروا الابسط من ناحيه التكلفه والاسرع، لان زي ما مهندسه مجد تشرفت وقالت ان هو كان الكلاينت مهتم جدا بالسرعه، عشان كده حتى عملنا البريسنج ستيل، ما اضطرناش نعمل شير وولز لانه ما كانش عايز يضيع وقت في الكاست ان سيتي ايشوز دي، طبعا حضرتك عارف مشاكلها ووقتها.
فهي أنا شايفه بصراحة شايفه كويس، يعني حل إنشائي يعني ممتاز للعملاء والزبائن اللي بيفضلوا مثلاً السرعة في التنفيذ. أما بالكوست يعني فرق يعني مو هالكبير كبير، يعني نسبة يعني بسيطة دكتور. جداً. أنا معك دكتور، لكن حتى لو كان عندك منتج حتى تكلفته أكثر لكن حقق الهدف لك، هو ارخص من المنتج الثاني وما بيحقق لك الهدف. مظبوط. زي ما ذكرنا لو ممكن تبقى فيلا حاجه بسيطه مش محتاجه، بس بقول لحضرتك الفيلا اللي احنا عملناها دي كانت في الامارات في عجمان، كان محتاجين كانتليفر حوالي 6 متر طول الكانتليفر عشان هو عايز يحقق شكل معماري معين. تمام. فعلا طلعت في الاخر كانت جميله جدا. ف 6 متر دي طبعا لا يمكن تحققها بالخرسانه العاديه، فاحنا عملنا له الشغل ده وخلاص الفيلا يعني هي كلها على بعض ما خدتش كام شهر، وكانت جاهزة متشطبة محققة متطلبات العميل كلها اللي هو كان عايزها. فطبعا ممكن ساعتها كانت كفيلا مثلا ان هي مشروع يعتبر صغير، ككوست ممكن تبقى كانت اعلى شويه على الكلاينت، بس هو بالنسبه له ما كانش عنده مشكله. وبعدين هنا حضرتك احنا المقارنه الواضحه بالنسبه لمشروع ليبر كامب ممكن يكون الفرق قدام حضرتك بسيط، لأنه هو برضو يعتبر مشروع صغير مش كبير قوي، يعني هو مبنى واحد، لكن على سكيل أكبر لو حضرتك بنعمل مشروع أكبر لا الفرق بيبان جامد قوي، خصوصا في موضوع الوقت هو اللي بيظهر الفرق. لكن هو ده اوريدي مشروع يعني يعتبر تجربتي مع دلتا بيم دكتور، مثل ما ذكرت من 7 سنوات تقريبا كان في عندنا مشروع عم نعمله فاليو انجينيرينج بساحته 25,000 متر مربع. اجوا دلتا بيم ليعملوا الفاليو انجينيرنج ويشتغلوا كمان معنا، لكن المشكله كان المقاول او المالك بده المشروع يبلش، فما كان عنده الوقت انه يصبر شوي لنعمل له فاليو انجينيرنج ونستخدم له هالانظمه هي ونقدم له اياها. لو مطول باله شوي كان مشي الحال ان شاء الله. هي بترجع للمالك دائما بالقرارات. بالضبط. أنا عندي سؤال واقتراح بنفس الوقت. هل سبق وعملت سيستم مونيتورينج على أنظمة الدلتا بيم على سبانات مختلفة بعد التنفيذ وراقبته مثلا الديفليكشن، هل هو مثلا ضمن الديزاين توليرانسيز ولا مثلا تجاوز ولا كذا؟ لأنه هيك اكزرسايز بصراحة بيعطي كونفيدنت للعميل، يعني لانه هي منشاه كومبوزيت، يعني انت يعني مهما توقعت البيهيفير تبع الكومبوزيت بيتم، يعني في اشياء البرامج عاجزه على انه صحيح يعني تو ادرس ذيس. فهل انتوا عملتوا سيستم مونيتورنج على مثلا النظام الحراري ولا الديفليكشن ولا الى اخره؟ هل في شيء من هذا الشيء او هل في تعملوا هيك شيء دراسه مثلا؟ تمام باشمهندس. هو بس احب اعرف حضرتك معلومه كنت ذكرتها في الاول، هي الشركه او نسيت اذكرها الصراحه، الشركه تقريبا بقى لها 30 سنه في المجال التصنيع دلتا بيمز والمشاريع، واحنا بس هنا في الامارات حوالي 10 سنين. يعني هو اصلا نشاته كانت في فنلندا زي ما قلت لحضرتك، وهنا الامارات 10 سنين. فالحمد لله تم عمل مشاريع كتير جدا جدا على مستوى العالم في ظروف جو مختلفة، في ظروف استخدامات مختلفة للمنشأ، وما حصلش أي مشاكل. أصلا حتى كمان بيبقى فيه زي جارانتي للبروجكت، بيبقى من عندنا شهادة معتمدة إن مش هيحصل أي مشاكل لمدة كذا سنة. بلس إن إحنا في الديزاين مش بنعمل الديزاين تصميم على القد، لا بيبقى فيه فاكتور اوف سيفتي عالي، بناخد كل الاعتبارات معانا زي ما حتى ذكرنا الحديد. احنا ممكن بنعمل فاير ريتنج لغايه حوالي 3 ساعات او اكتر حسب المشروع، فكل الاعتبارات بناخدها معانا في الديزاين سواء احمال اللي هي رأسية أو فاير. هو طبعا الدلتا بيم ما بتقاومش زلازل إلا في بعض الحالات إحنا ممكن نشغلها فيكسد في الكولوم أو الوول، وساعتها ممكن بتدخل معنا في مقاومة اللاترال لود. بس هو الأفضل طبعا عشان نحافظ على السكنس القليل للكاميرا بنعملها سيمبلي سبورتد، بس طبعا برضو ممكن نستخدمها فيكسد. فهي لا إحنا يعني عملنا حاجات كتير جدا جدا والحمد لله ما حصلش اي مشكله لغايه دلوقتي يعني.
وفي ابحاث مستمره. مهندس ما جاوبت على السؤال. انا سالتك هل عملت مونيتورينج بوست مونيتورينج على الدلتا بينز لفتره مثلا شهرين ثلاثه سنه سنتين، يعني تحط سترين جيجز مثلا تمبرتشر جيجز الى اخره تراقبه يعني البيهيفير تبع البيمز يعني اثناء الـ يعني اليوز اوف ذا ستراكشر؟ ما جاوبت على السؤال. انا صراحه انا بدنا نسال واحد قديم بالجسم مهندس فالس بالضبط، انا عشان جديده هو عارف الكلام ده اكثر مني. دكتور بتصل فيك وبعطيك الجواب، لاني بصراحه مش معي الجواب. يعني برافو عليك. مهندس دلبار 30 سنه من دلتا بي عم يشتغل 15,000 مشروع مسوين، فراح نسالهم هي اذا في عندهم مونيتورنج. استاذ محمد بدون ما تسال لو في شيء والله كان اجوكم، يعني ما كانوا عرفوكم بالضبط. فعلا لو في مشكله كانت الدكتور عم يسال اكاديمي، يعني بده شيء من هلا. شوف نكون واقعيين ما في نوع من الستراكشر اليمنت يعني تم استخدامه عبر التاريخ الا صار في مشاكل، الحديد أكيد. صار في مشاكل، الكونكريت صار في مشاكل، فالدلتا بيم ليس بمنأى عن هذا الموضوع. هي دكتور والهندسة المشاكل كل المشاكل بتصير بسبب الجودي، يا بالتنفيذ يا بالتصميم يا بالمواد. صحيح. يعني مثلا المهندس احمد لما ذكر الاسبانه البيمز تبع المدرسه وكركت، وانه لما رجع شيك التصميم لازم يكون متر و40 بدل متر. طيب وين المهندسين؟ يعني احنا انا مثلا اشتغلت بأحد الشركات العالميه، كان في سيستم للديزاين ريفيو، يعني ريفيو شو ستيج اي ستيج بي ستيج سي، فبيمر على كذا ديزاينر من كذا فرع من فروع الشركه حتى يتاكدوا من انه التصميم صحيح. فكيف هالغلط الانشائي هذا بيصير؟ وهذا ممكن يصير بالدلتا بيم وبغير الدلتا بيم. يعني فلذلك انا يعني اقترح يعني انه يكون عندكم انتم نوع من السيستم المونيتورينج ولو فري اوف تشارج لحتى تزيدوا الكونفيدنت تبع الكلاين بالبرودكت تبعكم. تمام باشمهندس. هو في اتفضل باشمهندس فلس. اتفضل باشمهندس فلس. طبعا اتفضل. هذا وصلت الرساله دكتور. تمام. طيب اسمحوا لي انا بدي اعطي المهندس انس بس مشان الدكتور يرد على المهندس احمد بالنسبه للكربون فايبر. يعطيك العافية. شكرا باشمهندس شرفتنا. تفضل استاذ انس. دكتور محمد انا هلا عفوا استاذ انس انا هلا صرت اقول الحمد لله رب العالمين المهندس دلبار اختصرت بالوقت. تفضل استاذ انس تفضل. طيب سيدي هلا اول قبل ما نحكي على الكربون فايبر، لا شك شركه كدلتا بيم عاملين ابحاث كثيره من 30 سنه لهلا، والأبحاث هي بناء على التجارب والخبرات تبعهم تم تطوير النظام المستعمل اللي عم نشوفه هلا حاليا. فقولا واحدا مستحيل ما يكون عملوا مونيتورينج وسترين جيجز للمشاريع اللي اشتغلوا فيها. فهذا الجواب الاول دكتور محمد الحسين. الجواب الثاني اللي هو مشان ما اطلع موضوع المحاضره، اي ستراكشر في مشكله بالديفليكشن لا يمكن حلها بالكربون فايبر. طبعا بدك معلومات اكثر استاذ احمد او دكتور محمد ارجعوا للمحاضرات اللي انا اعطيتها السنه الماضيه عن الموضوع هذا بتلاقي معلومات وافيه عنه. وانا كنت واضح بالنسبه للسؤال هذا لانه انا متاكد من المعلومه هاي انه سمعتها من احدى محاضراتك السنه الماضيه، انه اذا المنشاه او العنصر الانشائي فيه مشكله انشائيه لا يمكن حلها بالكربون. دكتور كان عندنا مبنى، وطبعا الاستاذ انس على اطلاع بالموضوع، عباره عن مصنع بالرياض، والديفليكشن تبع البلاطه اللي لسه ما استخدم المبنى وما انتهى انشاؤه 6 سنتي تحت الديد لود. ايوه. بعض الشركات مع الاسف بعض الشركات الكبيره كانت عم تقترح على المالك انه يعمل كربون فايبر سترينغثينج. والله احنا قدمنا له دراسه وقدمنا له كل شيء، قلنا له هذا الحل الكربون فايبر مين من قال لك عليه؟ لا يمكن، لاني المهندس انس قال لا يمكن. نعم. كلنا انا راح اتواصل مع المهندس احمد ان شاء الله. مو مهندس انس لا يمكن، هو الكود الاي سي اي 500 احنا ماخذينه من عندك ابو مالك، والاي سي اي 440. الله يبارك فيك. تسلم زملائنا. سؤال اخير معنا على الموضوع المحاضره. اي والله سؤال اخير بمشان الدكتور بس. نحن سؤال اخير زملاء قبل ما ننهي حلقتنا اليوم. زملائنا
الله يعطيك العافية الجميع، وبشكركم كثير الحضور، وبشكر بيكو والمهندسة ممثلة أكيد بالمهندسة دلبار على محاضرة اليوم. الله يبارك فيك، وإن شاء الله نلتقى مع بيكو بمحاضرة عن الفاونديشن تبع التوربينات، لأن هي كمان من المنشآت الفريدة بعتبرها والخاصة. وننتظر وعد الأستاذ محمد، ونلتقاكم إن شاء الله بعد أسبوعين بمحاضرة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شكرا باشمهندس.